انا سبق وشفت واحد التصريح ديالك فضيل، انا وعندك علاقه مع مولاي رشيد. عاد الشرفه تبارك الله عليهم، سي فري كي تيشجعوا لي زارتيست وتيعاونوهم، مي سي فري كي سي اون ا بوكو دو شانس. يا ربي كيفاش تعرفتي على مولاي رشيد؟ يعني كيفاش تكونت هذه العلاقه؟ الفن من امتى بالضبط بدات؟ يا كلكو زاني، يا واحد 20 عام افيك لو فيستيفال دو سينما. يعني عندك هذيك الموهبه الاخرى ديال فوضيل من غير الغناء؟ تمثيل بيان سور، اكتور Fodel acteur, ça existe. J'ai fait plusieurs films, j'ai fait Samy Le Pion, une série en fait qui revenait, plusieurs épisodes.